حركية غائبة وانعدام لعملة البيع والشراء هو ما تم رصده بأحد أسواق البواشي بولاية غردية بفعل ارتفاع درجة الحرارة وغلاء الأضاحي. سخانة وقضية المال فاني غالي، عندنا لا غالي بعيد، تزار لي مال وتشري راها سنا ديكرادية، وحنا رانا نعانو هنا في هذا الواد. الشعب على ما هوش هنايا كثير، انا نظن بالنسبه للغلاء المواشي هذه غاليه السنه. انا على حسب ما الاراء تاعي هنايا كاين 2.5 ملايين ثلاثه حتى زايده حتى 2 ملايين، اللي كانوا يسواو 5 ملايين هكذا اليوم راهم 7.5 ملايين. قلت لك السخانه راه هنايا راه بزاف ياسر. حالا ناقصوا فيهم ريحين، واش باغي يدير لها؟ تصبر، لازم تصبر. السوق علاه مش عارف الموله راه مزايره السوم راه قال يوم اشطاقه باش تجي ترفد مالها هنا يجي. عدد من الموالين الذين التزموا بعرض مواشيهم بسوق غردية كل سنة قادمين من الولايات الوسطى أكدوا غياب السماسرة أو ما يسمونهم بالتجار عكس السنوات السابقة. كاين ناس تدي بارفاسيليتي مع جماعة متفاهمين، مش كيما واحد لازم يتحط الدراهم تاعها 8 ملايين. 2010 زمان قبل العيد السوق معمر. ايه بالنسبه للقلال اللي خلات شويه الناس مع شجي، والموال هذوك الصماصريه اللي كانوا يشرو يعاودوا سنا ما كانش، لقاو الكوري لقاو قالي اللي بيع لهم هذاك الموال ما عادش يساعد فيهم شويه. هذا الغلا راه من العلف، العلف العام اللي فات العلف مش كيما السنه، العام اللي فات كانت 350، السنه راه ب 600، واللي يشري العلف راه مش كيما اللي تاع العام اللي فات كيما السنه. باقتراب عيد الأضحى يزداد الضغط على المواطن الراغب في أداء الشعيرة، وبارتفاع درجة الحرارة تصعب المهمة، لكن يفضل آخرون الأيام الأخيرة للظفر بأضحية وبسعر مناسب.